مرحبا مواليد برج الثور، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 6 للأحد 12 أيار مايو؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ هيدا أسبوع بالنسبة لكم بعتبره أسبوع سوبر مميز، رائع جدا، تغييرات وأحداث وأمور كثير مهمة بتدق بابكم مواليد برج الثور. ليه؟ أول شيء شمس موجودة ببرجكم، السبب الثاني والأهم إنه في عنا قمر جديد جديد يعني نيو مون ببرج الثور، وذلك يوم الأربعاء. الأربعة 8 تحديدا إذا بدكم تعرفوا 6:30 صباحا توقيت بيروت. فالقمر الجديد ببرجكم، أنا حكي عنه ببرجكم الشهري، هو طاقة كتير كبيرة، مش بس عم بتعيدوا عيد ميلادكم، عم تطووا صفحة، عم تاخدوا قرارات هائلة جدا تسمح لمواليد برج الثور يكونوا أقوياء وعندهم حب مبادرة لأمور شخصية ولأمور من حولهم بتخص غيرهم. يعني يلي بتقدروا تعيشوا تحت تأثير هالقمر الجديد رح بيكون صفحة جديدة، شيء ما بيصير بحياتكم هو بيكون إذا أخدتوه بيكون لألكم، إذا ما تم معناتها ما تزعلوا، معناتها مش لألكم. خلونا نشوف كيف بده يكون هذا الأسبوع المميز، علما أنه كوكب الزهرة ببرجكم. يلي ما سمع تأثير كوكب الزهرة على كل الأبراج وأنتم بيناتهم بتلاقوا الرابط عندي بعلبة الوصف. التنين الستي، القمر موجود ببرج الحمل كل نهار حتى منتصف ليل تنين ثلاثة توقيت بيروت. هذا القمر الموجود برج الحمل هو النقطة الأضعف بهذا الأسبوع، هو اللي بخليكم نوعا ما تكونوا بليدين شوي، رايقين شوي، بصيروا تفكروا بينكم وبين حالكم كيف كارمن عم تقول إنه شو هالأسبوع الواو الراكد وما في شيء بيقدر بيوقف ببرجنا. بقلكم إيه، طولوا بالكم وشوفوا شو رح بيصير، خلوا يوم التنين يمرق بكل هدوء بكل رواق لأنه الجو سوف يتغير. الثلاثة والأربعة، 3 7 4 8 القمر موجود ببرجكم ببرج الثور مع التقاء القمر والشمس يوم الاربعاء 6:30 صباحا توقيت بيروت. فترة حكيت عنها بالمقدمة، هالقمر الجديد ببرجكم بيعطيكم قدرة لحتى مش بس عم بيأكد انه في شيء جديد عم يدق بابكم، كمان عم بيشجعكم يلي ما اخذ بعد مبادرة يقدر ياخذ مبادرة. اجواء انا بعتبرها كتير ممتازة كتير حلوة، بتعطي مواليد برج الثور بدل قدرة قدرتين، بدل جرأة جرأتين، وفي تغييرات كتير كبيرة بينكم بين حالكم رح تعرفوا الجواب. بعد منتصف ليل الاربعاء القمر بيروح لبرج الشوسة، الخميس القمر برج الشوسة والجمعة القمر برج الشوسة بالبيت الثاني، يعني في عنا هالأمور والقرارات اللي فكرتوا فيها يلي حابين تاخدوها، في احتمال انه كل هالأمور تتغير وتسمح لمواليد برج الثور انه يكونوا فعلا نشيطين ومدركين لأهمية المعطيات اللي عندهم اياها النفسية المهنية، قديش عندكم مهارات، قديش عندكم شهادات، قديش عندكم خبرة، للطلاب، لست البيت، لرب البيت، لكل الأشخاص، المعيل وغير المعيل، اللي عم يشتغل وعاطل عن العمل، كلكم عندكم تقدير مختلف لحياتكم حاليا وعندكم رغبة فعلا انه كفى، في قدرة عندكم وبتقدروا تاخدوا القرار اللي أنتوا بدكم إياه. كوكب الزهرة بيعطيكم حظ كتير حلو، حكي عن هذا الموضوع بالفيديو تأثير الزهرة على كل الأبراج. السبت 11 والأحد 12 القمر موجود ببرج السرطان، شو هاليومين الحلوين، عطلة الأسبوع فعلا رائعة، أصلا كل هذا الأسبوع من الثلاثة وطالع حدث ولا حرج، ما في شيء بيوقف بدركم، أفكار، حكايات، ربح، ربح مادي، مصالحات، ناس توقف لجانبكم، أنا بعتبر هذه الفترة أكثر من رائعة، جميلة جدا جدا، السبت والأحد خصوصا عندكم طاقات حلوة للكتابة، للسفر، للارتجال، لحل حالة أمور، لتروحوا وتجوا، تساعدوا أولادكم، تساعدوا أهلكم، تساعدوا عيالكم، وتساعدوا حالكم، فترة جميلة جدا لكل أنواع المواعيد، اللقاءات مع الأصحاب وغير الأصحاب. الأخبار الحلوة خلينا نقول من تأثيرات الزهرة، 28 نيسان أبريل ل 6 أيار مايو، المشتري والمشتري تأثيراته رائعة عن 16 و17 أيار مايو، هذه فرصة ما بتوصل إلا مرة كل 12 سنة. أورانيوس بيكون انتبهوا 14-15 أيار مايو، ما تجازفوا، أورانيوس بيشيل من دربكم كل شيء ما بتهتموا فيه أو مش لإلكم.
بلوتو بيلكون انتبهوا 22-23 نيسان أبريل، تابعوني مع الأبراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل. باي باي.